وبهذه المناسبة معنا عبر الهاتف السيد سعد الهرمي مدير إدارة الشبكات بشركة باتلكو. أهلا بك السيد سعد في نشرة الأخبار، ونبارك لكم هذا الإنجاز والفوز بالجوائز الثلاث، ولو تحدثنا أكثر عن هذا الفوز. أشكركم على الاستضافة، وطبعا احنا فخورين بحصول شركة بيون على هذه الجوائز، وهذه الجوائز هي احدى الجوائز اللي هي تبع الانجاز التكنولوجي لمنطقه الشرق الاوسط وافريقيا من قبل مؤسسه ميا بزنس العالميه. طبعا الجائزه الاولى كانت جائزه التميز في الممارسات البيئيه والاجتماعيه وحوكمه الشركات او ما يطلق عليه ESG، تقديرا طبعا اللي هي لانجازات شركه بيون في مجال الاستدامه على مستوى المجموعه. طبعا من ابرز هاي الانجازات اللي ساهمت في الحصول على هاي الجائزه، اولا الانخفاض الكبير في البصمه الكربونيه واستخدام الطاقه المتجدده اللي طبعا تم تحقيقه من خلال مشروع حديقه بيون للطاقه الشمسيه. طبعا حديقه بيون للطاقه الشمسيه اليوم احب انوه ان هي تزود مراكز البيانات او ما نسميها بالديتا سنتر ذات التقييم تير 3 بالطاقه النظيفه بالكامل، وتعد الاولى في البحرين من حيث هذه التطبيق. طبعا ثانيا كان عندنا تطبيق نظام التنظيف الجاف بالروبوتات لاكثر من 6300 لوح شمسي يوميا، طبعا دون اي تدخل بشري واي استخدام للمياه. وثالثا تشغيل مواقع الجوال المنفصله عندنا طبعا عبر استخدام الطاقه النظيفه والمتجدده. طبعا هاي كانت على سبيل الذكر وليس الحصر. الجائزه الثانيه كانت طبعا جائزه الانجاز المتميز للمنتجات والخدمات المبتكره عن ابتكار شركه باتلكو لتقنيه البصمه اللاتلاموسيه. طبعا هاي هي الاولى من نوعها في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الحمد لله، حيث تمكن هذه الخدمه تمكن الزبائن الحصول على خط موبايل جديد في دقيقه واحده فقط من خلال استخدام هذه التقنيه للتحقق من معلومات الزبون على الفور على جهاز العميل نفسه من غير حضوره الشخصي او استخدام اي يعني اللي هو الفيزيكال الاثبات. الجائزه طبعا في بعد جائزه ثالثه كانت جائزه الانجاز المتميز للمنتجات والخدمات الاستثنائيه في فئه الاتصالات. طبعا هذه كانت عن خدمات باتلكو للفايبر. الشركه استثمرت في تعزيز تجربه استخدام الفايبر من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، منها طبعا اللي هو منتج الريد بوكس والريد بوكس بريميوم، تقليل وقت الاستجابه او ما يسمى بالليتنسي. وهاي طبعا كلها لعبت دور حاسم في الحصول على هاي الجوائز في فئه الاتصالات، والحمد لله رب العالمين. نعم سيد سعد، ماذا عن مخططات وطموحات الشركه في المستقبل؟ طبعا احب انوه واشكر حكومه مملكه البحرين على الجهود المبذوله في تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والاستدامه. احنا في شركه باتلكو نحرص دائما على ان تكون خطط الشركه متماشيه مع هذه التوجهات لتقديم الافضل لمملكه البحرين ورفعت شان المملكه في جميع المحافل. طبعا الشركه ملتزمه بالتطوير المستمر لخدماتها لتقديم افضل تجربه ممكنه حق الزبائن. كذلك احنا بعد نركز على الابتكار لتقديم احدث الحلول في السوق، وتسعى ودائما نسعى كشركه باتلكو تحت مظله المجموعه بيون الى معرفه احتياجات زبائننا والاستثمار في التقنيات المتطوره لتلبيتها. طبعا الى جانب احدث يعني دراسه احدث المستجدات في القطاع اللي تمكن الشركه من اغتنام الفرص لتحسين منتجاتها وخدماتها. طبعا من هذه الدراسات او هذه المستجدات الاعتماد على التقنيات الحديثه والذكاء الاصطناعي في معرفه وين المجالات اللي لازم نطور فيها. وطبعا حاب استغل هذه الفرصه عشان اوجه كل الشكر والتقدير الى اداره وفريق العمل في بيون وباتلكو على جهودهم المتواصله في المساهمه المجتمعيه وتقديم الافضل لزبائننا ومملكتنا الحبيبه. نعم السيد سعد الهرمي مدير اداره الشبكات بشركه باتلكو، شكرا جزيلا لك.